إذن معنا من بيروت مشاهدينا خبيرة التجميل جورجات. صباح الخير جورجات ريشة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير كارلوس. جورجات، يعني أكيد نحن هلأ عم نحكي عن أنواع البشرة، ومنعرف يعني أنه نعم في يعني أنواع بتختلف، كل سيدة أو كل شخص عنده نوع بشرة غير عن التانية، في عنا الجافة وعنا الدهنية والمختلطة، فياريت يعني تخبرينا أكثر عن تفاصيل البشرة وكيف ممكن هيك نتعامل مع كل وحدة منهم. مثل ما كنت عم تقول انه اليوم عنا مختلف انواع بشرة، فاكيد تنقدر نختار الفاونديشن تبعنا لازم نعرف نحدد نوع بشرتنا. بس نعرف نحدد نوع البشرة منكون اليوم عم نقدر نعرف نختار الفاونديشن الصحيح. نعم رح ساعد السيدات شوي تيقدروا يعرفوا اي نوع بشرة، بس يطلعوا بالمراية هن بشرتهم اي نوع بشرة. اول شغلة رح بلش احكي عن البشرة الدهنية. البشرة الدهنية بتتميز بالمسام المفتوح فيها، يعني اليوم إذا سيدة طلعت بالمراية ولقيت ببشرتها على الخدود في عنا مسام مفتوح ومادت على باقي الوجه، يعني نوع بشرتها دهنية. وإذا بتعطي إفرازات مثل الإفرازات الرؤوس السوداء اللي بنشوفهم بكثرة على هيدا نوع البشرة، بيكون أكيد عندها بشرة دهنية. نعم. طيب نحن فينا نعرف شو فينا نعمل؟ والبشرة نعم نعم تفضلي، بعد في عندك نوع بشرة. ايه اكيد رح خلص انواع اوكي البشره، هيك بنقدر نحدد نوع الفاونديشن. رح كمل كمان على البشره المختلطه اللي بتكون هي عندها على الجبين، على المنخار وعلى الدقن، المنطقه اللي بتكون بتزيت وباقي الوجه بيكون ناشف. نعم هيدي نوع البشره المختلطه اكيد هي فيها السيده تعرفها، لانه ببين على المنخار عنا افرازات السيبوم كتيرة، يعني بنشوف في تزييت على المنخار، وخاصة هلأ بفصل الصيف ببين أكتر. نعم وكمان عنا مسام مفتوح شوي على الخدود مش على كل الوجه، هون بنكون عنا بشرة مختلطة. البشرة الجافة أكيد بتبين لأنها بتكون منشفة كتير وفيها احمرار غير البشرة الدهنية. نعم بس نكون نحن عم نحط ايدنا على نوع بشرت على بشرتنا بنحسها انها جافه، هون بنكون نحن عم نقدر نعرف انه عنا بشره جافه. نعم، نحن قبل ما نستخدم الفاونديشن وقبل ما نبتدي بالميك اب لازم نحن نهتم ببشرتنا، وخاصة هلا السيدات اغلبهم اكيد بيعانوا من هيدي المشكلة، يلي عندهم مشكلة البشرة الدهنية يلي هي اصلا بتفرز اكثر بفصل صحيح. الصيف. فشو هن نصائحك، شو لازم نعم تعمل للسيدة تتحافظ على بشرتها قبل ما تحط الميك اب؟ أكيد اليوم مثل ما حددنا نوع البشرة بدنا نحدد أي برايمر، يعني الباز اللي بدنا نحطه قبل الفاونديشن. نعم إذا عنا بشرة دهنية ونحن عارفين إنه عنا بشرة دهنية، لازم نستخدم كريم قبل الميك أب قبل الفوندوتان. نعم بيكون مكتوب عليه بنقرا اويل كنترول، يعني بخفف لي من التزييت بالبشرة، أو بده يكون سلكي هيك بنشف لي كل الوجه قبل ما انا اكون عم بستخدم الفوندوتان تبعي. نعم هاي اول خطوه لازم انا اكون عم بنتبه لها، بشره نظيفه من بعد احط الباز اللي اقرا عليه انه يكون للبشره الدهنيه، يا سلكي يا مكتوب عليه اويل كنترول. نعم طيب جورجات، هلا اذا بدنا نتحدث تاني يعني خطوه. تفضلي نعم تفضلي. اكيد يلا تاني خطوة، إذا بدك ننقل نوع الفوندوتان كمان اللي هو كتير مهم. صحيح أنا اليوم معي باستوديو فوندوتان، فينا نقرأ عليه، بس تخبرهم إنه فينا نقرأ عليه مكتوب يا فلويد يا مكتوب عليه كمان خالي من الزيوت، هو اللي كلهم بيقدروا أنا يفيدوني لنوع البشرة الدهنية. واليوم ما بدي حط حماية من الشمس، أنا كتير بيسألوني إذا بدي حط حماية للشمس قبل الفوندوتان. اليوم صار موجود فوندوتان مكتوب SPF، SPF يعني حماية من الشمس. الشمس صحيح بيحددوا لي إذا هي 15 ولا 20 ولا 25، قد إيه بتعطيني حماية بس أنا استخدمه على بشرتي. حلو كتير، يعني صاروا يمكن عم بيهينوا الموضوع أكثر للسيدة، ما بقى في يمكن كتير خطوات لتعملها، أكيد. صارت يمكن خطوة واحدة بتقدر تحط نوعين من الكريمات أو صحيح، ما بقى الكريم بدنا نحط والفاونديشن. حماية من الشمس وفاونديشن. نعم طيب الفاونديشن يعني كمان شو بتقول للسيدة يمكن لتختار الفاونديشن المظبوط،
غير انه تقرا على الهيدا. يمكن في عده انواع اليوم، في عده كمان يمكن برودكتس او ماركات عالميه، في اشخاص بيمشي معهم نوع معين، نعم. في اشخاص بيمشي نوع ثاني. اكيد اكيد بدي اقول لهم انه اليوم مش كل القصص اللي بنشوفها نحن على السوشيال ميديا ودعايات يعني هي ممكن تفيدنا. اليوم انا بدي اجرب، اول شيء لازم اجرب انه يكون مناسب مع لون بشرتي، لانه لون البشره كثير مهم. نعم. بدي انتبه بين الرقبه والبشره على طول، لازم اجرب على الدقن لانه هو بيقدر يعطيني اللون المضبوط بين جسمي ووجهي. نعم. هاي اول خطوه لازم يعملوها. تاني خطوة نوع الفاونديشن، مثل ما كنا عم نقول بالأول، إذا عنا بشرة دهنية يتأكدوا إنه هو خالي من الزيوت تيقدر يضينهم لوقت أطول، وإذا عنا بشرة جافة يكون أكتر فيه مي، أكتر يكون فيه شوية زيوت تما ينشف على البشرة، لأنه إذا نشف ببين الخطوط وببين التجاعيد بالوجه. نعم. طب أنا بدي أسألك عن طريقة وضع الفاونديشن. واختيار الماركات يعني هين. نعم. طريقة وضع الفاونديشن بتختلف، يعني نحن بنروح مثلا بنشوف كل شخص بحط طريقة فاونديشن بتختلف عن الشخص الثاني، يعني في منهم بيستعملوا السبونج، في منهم بيستعملوا ايدهم، في منهم في فرشاية مخصصة ليمدوا فيها الفاونديشن. في لكل نوع بشرة طريقة لينحط الفاونديشن او لا، ما بتفرق؟ اكيد لكل نوع بشرة في طريقة، بس هن طريقتين انا بستخدمهم. رح خبر شوي على البشره الدهنيه، انا كمان جايبه معي اليوم فرشايه رح فرجيكم اياها. هالفرشايه هي للسيدات اللي بيعانوا من المسام المفتوح ببشرتهم. نعم. فاليوم بس بدنا نستخدم الفاونديشن اذا عندنا مسام واضح بقلب الجلده، الافضل نكون عم نستخدمها بطريقه دائريه، يعني بس نحط الفاونديشن على ايدنا. نعم. نصير ناخذ بهالطريقه ونقطع بطريقه دائريه على الوجه. نعم. من بعد ما نخلص هيدي الخطوة أكيد بيكون في عنا سبونج ناشفة ما عليها شيء، منقطعها بهالطريقة تابوت ما. أوكي، بس هيك تنكون عم ننشف الفوندوتا. هلا انا صرت شوي يعني افهم بهذا الموضوع من وقت ما صرت شوف يمكن المذيعات زميلاتي هون بقلب التي في يمكن عم يهتموا بحالهم، عم يستخدموا الميك اب. مزبوط. جورجيت، يعني قبل ما نختم بشكل سريع لو سمحتي، يعني شو بتحبي انت تعطي تبس اليوم للسيده لتعتني بحالها ولا بشره وجهها بالاخص؟ بدي اقول لها انه كثير مهم تهتم ببشرتها، مش بس بالميك اب، كمان تجهز بشرتها بالعلاجات، يعني على القليله مره بالشهر نكون عم نعمل تقشير البشره. بس قلت تقشير البشره مش قصدي البرودكت اللي بندهنه على الوجه اللي بيقبع الوجه، بالعكس السكراب اللي هو بيشيل كل الخلايا الميته عن بشرتي تنخلي البشره تجدد الخلايا تبعها وتتنفس. وتستخدم ماسك كمان مرة بالشهر إذا ما في عندها وقت أكتر، بتكون عم تغذي بشرتها مع الكريمات. كريم الليل تهتم فيه كتير لو ما حطيت كريم النهار. نعم. يعني جورجيت نحن بدنا نشكرك على المعلومات يلي اعطيتينا اياها، اكيد انا شخصيا استفدت والمشاهدين اكيد استفادوا. كنت معنا اذا من بيروت خبيرة التجميل جورجيت ريشا، كل الشكر. شكرا.